أخبار فلسطين باختصار. وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 266 فلسطينيا خلال 24 ساعة الأخيرة، بينهم 117 طفلا في القطاع. الوزارة قالت إنها تلقت 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، منهم 800 طفل. وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى 88 شخصا منذ 7 أكتوبر الحالي. الاحتلال الإسرائيلي هاجم مخيم جنين بطائرة F-16 مستهدفا أحد المساجد، ما أسفر عن أضرار كبيرة. تقرير حكومي يرصد تضرر 50% من الوحدات السكنية بقطاع غزة بشكل كلي أو جزئي جراء الغارات الإسرائيلية. التقرير أشار إلى ارتفاع عدد المساجد المدمرة بشكل كلي إلى 31 مسجداً وتضرر 3 كنائس بشكل بليغ. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. القوات منعت المصلين من الدخول وسمحت للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية داخل المسجد. أكثر من 100 من أعضاء الكونغرس يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحرك الفوري لمنع وقوع مزيد من الضحايا في غزة. أعضاء الكونغرس قالوا إن الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل لا يمكن حله بالوسائل العسكرية. إلى اللقاء باختصار آخر.